الباحثون السوريون. سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. تنقيبات أثرية تكشف عن بقايا مدينة مصرية عمرها 5000 عام. كشف مؤخرا عن بقايا مدينة قديمة تحتوي مقبرة والعديد من المنازل في موقع أبيدوس المصري، والذي يعود لعصر الأسر المبكرة. صرح السيد محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية التابع لوزارة الآثار المصرية أن المدينة المكتشفة مجهولة المساحة وتعود إلى عصر الأسر المبكرة، أي عندما حكم الفراعنة الأوائل مصر الموحدة، مصر العليا والسفلى. بينت الصور التي قدمتها الوزارة المصرية في 24 من تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام بقايا من مباني مصنوعة من الطوب اللبن ومواد عضوية أغلبها متحلل حاليا، وعددا من الأواني الفخارية والأدوات الحجرية التي وجدت ضمن الأبنية، بالإضافة إلى مقبرة قديمة تتضمن ما لا يقل عن 15 قبرا بالقرب من المدينة، وذلك تبعا لما صرحت عنه وزارة الآثار المصرية. كما أظهرت الصور أيضا وجود بقايا لشخص مستلق بالوضعية الجنينية في أحد القبور المكتشفة حديثا، وقد تم تغطية القبر بمبنى يعود إلى العصور القديمة. ويبين الشكل الأول بقايا لشخص واحد على الأقل وهو في الوضعية الجنينية ضمن أحد القبور التي وجدت بجانب بقايا المدينة القديمة في أبيدوس. أما الشكل الثاني فيظهر أحد البيوت المنقب عنها في المدينة القديمة والمكتشفة حديثا في أبيدوس والمصنوعة من مواد عضوية متحللة حاليا، بالإضافة لأوان فخارية وأدوات حجرية. وعلى الرغم من أن الأشخاص المدفونين في هذه المقبرة ليسوا فراعنة، إلا أن العديد من حكام مصر تم دفنهم في أبيدوس بموقع ليس ببعيد عن المدينة. وعلى سبيل المثال فإن الفرعون عحا الذي حكم أبيدوس منذ أكثر من 5000 سنة مضت قام ببناء مجمع متطور يضم عددا من القبور للعبيد والأقزام الذين عملوا في مجال الترفيه وعددا من الحيوانات كالأسود والكلاب. أما قبر عحا فقد تم اكتشافه منذ أكثر من قرن مضى، وقد اعتقد علماء الآثار أن بعضا من الأشخاص أو جميعهم بالإضافة للحيوانات المدفونين مع عحا قد تم التضحية بهم بعد وفاة الفرعون لكي يدفنوا معه. الشكل الثالث يبين بقايا مبنى مصنوع من الطوب اللبن، ما يعتقد أنه مجمع سكني في المدينة القديمة في أبيدوس. أشارت عدة وكالات أنباء إلى أن عمر المدينة 7000 عام، وهذه الأخبار المغلوطة ربما نتجت عن ترجمة خاطئة للخبر من نسخته باللغة العربية. سننهي خبرنا بتساؤل، وهو ما إذا كان سيرافق هذا الاكتشاف للمدينة القديمة وللنمط الجديد للدفن في مصر حقائق جديدة سيتم تحليلها واستنتاجها لاحقا؟ يبقى التساؤل ونبقى نحن بانتظار نتائج المنقبين والعلماء.